بكم إلى موجز أحداث الظهيرة على قناة الحدث الإفريقي. يمر التنسيق النقابي الخماسي في قطاع التعليم من لحظات تجاذب انطلقت من قواعد التنظيمات المشكلة له بعد توقيع اتفاق 14 يناير مع وزارة التربية الوطنية. من المتوقع أن ترخي بظلالها على مستقبل الحوارات، خصوصا وأن طيفا واسعا وضع برنامجا تصعيديا يرفض المضامين الحالية. نالت ميزانية جماعة الرباط للعام 2023 الضوء الأخضر من مصالح وزارة الداخلية ممثلة في عمالة الرباط، حيث تم التأشير عليها مؤخرا بغلاف يبلغ 1.07 مليار درهم. وتمثل هذه الميزانية زيادة بنحو 15% مقارنة بعام 2022، حيث تتوقع الجماعة تحصيل موارد إضافية أكثر. وضع الراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة صباح أمس الجمعة شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، مطالبين بفتح تحقيق في نتائج الامتحان. الشكاية التي وضعها أعضاء تنسيقية المترشحين تضمنت ما وصفوه بالخروقات التي شابت المباراة المذكورة، واتهاما بالزبونية والمحسوبية وشبهة تضارب المصالح. أعلن الصندوق المغربي للتقاعد أن 170 ألف معاش ستعرف زيادة في المبلغ الصافي ابتداء من استحقاق شهر يناير من السنة الجارية. وأوضح الصندوق في بلاغ أن هذه الزيادة تأتي في إطار تطبيق المقتضى الضريبي الجديد المتعلق بمعدل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم المعاشات والإيرادات العمرية. أفاد المكتب الوطني للمطارات في تقريره الأخير حول حركة النقل الجوي التجاري أن مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء استقبل خلال سنة 2022 ما مجموعه 7,637,643 مسافرا، وذلك عبر 67,094 رحلة. وأوضح المكتب أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 74% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، وذلك عبر 67,094 رحلة جوية، أي بمعدل استرجاع بلغت نسبته 73% مقارنة بسنة 2019. يشارك البرلمان المغربي ممثلا بأعضاء الشعبة الوطنية البرلمانية المغربية بالبرلمان العربي ما بين 20 و22 يناير الجاري في أشغال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمس الجمعة إن إسبانيا وأوروبا والمغرب يتقاسمون مصالح حيوية، مؤكدا أن المملكة جار وشريك استراتيجي لإسبانيا وأوروبا. وأكد ألباريس في تصريح للإذاعة الوطنية الإسبانية على أن المغرب جار وشريك استراتيجي لإسبانيا وأوروبا، وأضاف نتقاسم مع المغرب إدارة وضبط الهجرة السرية ومكافحة الفكر الجهادي والالتزام بالتنمية المشتركة والاهتمام بإفريقيا. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.